خلونا بقى نروح لخبر تاني. دكتور علاء السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قالت حاجة جميلة قوي. قالت إن النقد الأجنبي في مصر الحمد لله الحمد لله الحمد لله ارتفع من 14.9 مليار دولار، وده كان في يونيو 2014، لكام؟ تخيلوا كده، حد قولوا معايا أرقام، ها؟ 44 مليار دولار. ده إبريل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، إبريل اللي فات ده اهو 2018، كام؟ 44 مليار دولار. يعني زاد 30 مليار دولار من سنة 2014 ل 2018 في 4 سنين. وده يغطي أكتر من 8 شهور من الواردات السلعية. احنا كنا بنتكلم زمان، أنا فاكر لما كان بيخش حد معانا على التليفون يقول لك احنا عندنا 3 شهور. احنا عندنا الحمد لله أكتر من 8 أشهر دلوقتي متغطيين تمام. ودي أول مرة تحصل على فكرة. كمان أشارت وزارة التخطيط في افتتاح المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان كده التصنيع والتنمية المستدامة، وده بيعقد على فكرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. قالت إلى إن انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بيصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف العام الأول لعام 2017-2018، وده على فكرة أقل معدل تحقق من 3 سنين. وده بيأكد إن احنا بنحقق معظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مشينا فيه، والحمد لله ابتدينا ننفذه بالفعل. طيب احنا معانا دلوقتي الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، الأول مساء الخير. دكتور مصطفى مساء الخير. مساء النور يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. معلش انا ما كنتش سامع حضرتك، اعذرنا. كل سنه وانتم طيبين يا فندم، وحضرتك بالف صحه وسلامه. في اخبار ابتدت تبقى اخبار يعني مفرحه، كنا بنتكلم الاصلاح الاقتصادي امتى هنحس بيه، انعكاس هذا الاصلاح الاقتصادي على الاقتصاد المصري، لا احنا لسه في دين كتير، احنا مش عارفين نعمل ايه، احنا كذا. لما تيجي النهارده الدكتوره هاله سعيد تقول الارقام دي، حضرتك شايف المؤشر ده لايه؟ وهل هنقدر نكمل بالطريقه دي والوتيره دي؟ طبعا الحمد لله، وفي زياده ملحوظه كبيره جدا في حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي. الاحتياطي ده يعني مصر كده بتجنب بعض من العملات الاجنبيه، وصلت حتى ابريل الماضي يعني من حوالي 5 ايام لحوالي 44 مليار ويعني 200 مليون. الرقم ده كبير بس بقى سيبني من الرقم ده، لان تحليله والاقتصاديين هيقولوا لك دعنا نتفق او نختلف على هذا الرقم. تمام ماشي. ولكن اللي بيهمني انا بقى النقطة الأهم أو الأبعد، إيه هي؟ تخيل أنت بيكون عندك الاحتياطي ده، الاحتياطي ده طبعًا جزء منه دين عشان يبقى الأمور واضحة. طبعًا. تمام؟ بتزيد، ولكن اللي بيهمني حاجة تانية، إن أنت بتسدد التزاماتك وبتستورد وبتدير البلد دون أن أنت تمس الاحتياطي النقدي الأجنبي. صحيح. ده بقى اللي محدش بيقوله. يعني إيه بمنتهى البساطة؟ يعني إحنا دفعنا لنادي باريس مظبوط، لكن انا وفي معدل. انا عايز اقول لك ايه، الحكومه كده كل يوم بتصحى الصبحيه ليها متطلبات، المتطلبات دي تتجاوز في الاسبوع ما بين 10 ل 12 مليار جنيه. ده علشان عندك جزء كبير من متطلباتك بتستورد بالعمله الاجنبيه، النهارده انت بتلتزم بسدادها رسمي. صحيح. يعني ايه؟ يعني ابتدى عندك في صناعه ابتدت تشتغل، فبتاخد الموارد بتاعتها بتسدد للخارج. تمام. ابتدت يكون فيها حركة إيجابية وابتدت تشتغل. الأرقام دي للأسف الناس ما بتذكرهاش. ده اللي بيهمني بقى، الحمد لله إن إحنا عندنا القطاعات ابتدت تنشط، اللي هو التشغيل. اللي بيبرر هذا إن أنت عندك معدل البطالة النهاردة بيكون في أدنى مستوى ليه من 2011. صحيح. طب أنا عندي سؤال، مع تدفق حجم السياحة الوافدة إلى مصر في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى، احنا شفنا إن إيطاليا حتى بتقول إن هيبقى فيه طيارتين كده كل أسبوع هيجي من إيطاليا، روسيا رجعت لنا مرة تانية، بريطانيا الحمد لله ابتدت ترجع مرة تانية، وتدفق هذا المنتج، خلينا نقول السلعة، الصناعة، هل هيؤثر كمان، هيضيف كمان أرقام على الاحتياطي النقدي اللي موجود؟
طبعا، وده بقى بنسميه كده الصناعه اللي هي يسيره التشغيل. يعني ايه؟ انت حضرتك تعلم جدا وكل مشاهدينك ان السائح لما بيجي ما بيبقاش مستوعب ان هو مكلف، ان هو بل بالعكس ده بيصرف في الشارع على طول. يعني معاه العمله الاجنبيه بيحولها في الفندق او في شركه الصرافه او في البنوك، وابتدي يصرف سريعا داخل الاقتصاد المصري، بيركب تاكسي، بيصرف، بياكل، بينزل المطاعم، ده اسرع اقتصاد وانشط اقتصاد. علشان كده دايما انا اقول ايه، يا ريت كلنا يبقى عندنا توجه جذب السياح، يا ريت عندنا توجه ان يكون في عندنا برامج سياحيه. طبعا مش هقول لك بنحمل الامن، لكن ان احنا لازم يكون ده هذا توجهنا، ازاي نحافظ على السائح، ازاي النهارده نحول المناطق السياحيه دي يكون دي عندها برامج اقتصاديه سياحيه ننشط بيها بقى البرنامج للاصلاح الاقتصادي. صدقني اسرع صناعه وايسر صناعه تقدر دوله تشتغل عليها هي السياحه. صحيح. بتحتاج طيب. بعض من الامن، بتحتاج بعض من التنظيم والترتيب زي ما حضرتك. نعم. في النهايه دكتور مصطفى، الارقام اللي موجوده ارقام نتفائل بيها وشايفين ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن، ولا ارقام عاديه؟ لا تفائل بيها، وده مش كلامي انا بقى، عايز اقول لحضرتك خبر هام جدا، ان بعثة صندوق النقد الدولي ان شاء الله بتتواجد في مصر. البعثة دي بتراجع برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هي ان شاء الله هتقر بيها صرف 2 مليار دولار قبل نهاية شهر 6 القادم، وده خبر حصري بقوله لحضرتك. ان شاء الله احنا بنسير على نهج جيد جدا، عندنا الموازنة العامة للدولة دخلت البرلمان. نعم. بيتم مناقشتها مناقشة جدية، ثم ترفع للسيد رئيس الجمهورية ولاعتمادها، وتخش الحكومة الجديدة اللي هي في نهاية يعني شهر 5 ان شاء الله ممكن يكون في ترتيب لدخول حكومة جديدة هتنفذ برنامج الاصلاح الاقتصادي او متكملة بالموازنة الجديدة اللي احنا هنقرها. نعم. بشكرك جدا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة، وحضرتك فتحت نقطة مهمة جدا 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 فيما يخص لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لان فعلا لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب بيناقش النهارده او ناقش النهارده برئاسه النائب حسين عيسى، وحضور بقى مين؟ ما انا قلت لكم النهارده في ابطال قدام مجلس النواب، الدكتور عمرو الجرحي وزير الماليه، والدكتوره هاله سعيد وزيره التخطيط، ناقشوا مقومات الموازنه العامه للدوله وخطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للسنه الماليه الجديده 2018 2019. احنا عارفين طبعا ان احنا دايما السنه الماليه بتبتدي كده 30/6، حط نقطه، ابتدي من اول السنه بقى حاجه جديده، تمام؟ 1/7 ده سنه ماليه جديده. النائب حسين عيسى رئيس اللجنه قال ايه بقى؟ قال في تصريحات ان النقاش كان بيشمل كل ما انتهت اليه اللجان النوعيه بشان الموازنه من ملاحظات وتوصيات اللي خرجت من لجنه الخطه والموازنه بشانها. كل حاجة تم عرضها. طيب من جانبه بقى استعرض الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية المؤشرات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة، وقال ان مشروع الموازنة العامة للدولة بيستهدف تحقيق فائض اولي، بنتكلم في 2.1%، تاني بيستهدف تحقيق فائض اولي 2.1%، يعني 0.2%. وضح ان ده انجاز كبير جدا جدا جدا. ليه 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 يعني ليه لما يبقى عندك كده الحاجة البسيطة قوي دي ليه ده انجاز كبير؟ لان احنا تعودنا او كان عندنا واقع من 2011 2012 2013 2014 2015، كل دول كل السنين دي كنا بندبر مصروفاتنا من الدين وحجم المديونية. عايز اقول لكم بقى ده كان تحدي كبير، حجم المديونية ده كان تحدي كبير جدا جدا. طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب. سيادة النائب الاول مساء الخير. نور صباح. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني لما بنتكلم عن الارقام دي وشايفين ازاي ان الدكتور عمرو الجرحي شايف ان شاء الله الموازنه الجديده بتستهدف هذا الهامش من الفائض، اللي اخيرا بنتكلم في فائض ما بنتكلمش في دين، هل الكلام ده كان واقعي وانتم شفتوه انه ممكن يتحقق ولا صعب تحقيقه؟ برضو ايه يعني ايه هقول لحضرتك، ال2.1% الفائض الاولي دي
دي هتتحقق في الموازنه الحاليه اللي تنتهي في 30/6. يعني دي شغاله اصلا، دي شغاله وان شاء الله دي خلاص. احنا في شهر 5 دلوقتي، فبين الملامح بتاعتها. فال2 من 10% لاول مره يعني نتحول من العجز من مدينين للحمد لله معانا فلوس. اللي مستهدف في موازنه اللي احنا بندرسها اللي هي 2018 2019 2%. 2%؟ يعني 10 اضعاف الرقم اللي هو مستهدفينه السنه دي ان شاء الله. ده في حين ان الـ ان الـ ان الـ ان الموازنه بيقولوا ان هي اكبر، يعني الميزانيه اللي محطوطه اكبر. ما هو بقى هقول لحضرتك برضو عشان الامور تبقى واضحه، يعني ايه الفائض الاولي؟ الفائض الاولي دوت الفرق بين المصروفات الايرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد خدمه الدين. تمام. هيبقى عندي هامش بقى الزياده اللي هيتحقق السنه دي تقريبا في حدود 11 مليار جنيه، اللي احنا مستهدفينه في العام القادم ان شاء الله في حدود 110 مليار جنيه. بسم الله ما شاء الله. 110 مليار جنيه دي فايدتهم ايه؟ فايدتهم يعني هيسددوا جزء من خدمه الدين اللي علينا. طيب سؤال بقى مهم، العجز بتاعي هيبقى ايه؟ اقل من الرقم بتاع خدمه طيب. الدين. هنا في سؤال مهم بقى لازم يطرح نفسه. الفلوس دي جايه منين؟ هل هيبقى في اعباء زياده على المواطن ولا هتدبر منين؟ قولا واحدا النهارده وزير الماليه صرح ان لا ضرائب جديده على المواطنين. لا تاني معلش، تاني ايوه، لا ضرائب اعباء يعني ضرائب. لا ضرائب جديده على المواطنين. اللي مستهدف من الضرائب هو طبعا السنه العام القادم اعلى من العام دوت، عن طريق زياده كفاءه التحصيل من موظفي ادارات الضرائب لا غير. يعني انا هشغل بتوع الضرائب بشكل تاني يقدر يزود لي الموارد بتاعتي اكتر بدون اعباء جديده على المواطنين خالص. وده مكتوب قولا واحدا، دي مفيش ضرائب جديده على المواطنين في العام المالي القادم ولا رسوم. لا الرسوم حاجه والضرائب حاجه. ايوه يعني لا الرسوم، بس حضرتك الرسوم دي قصه والضرائب قصه تاني. لا ضرائب جديده على المواطنين. لا ضرائب جديده انما ممكن نعلي حاجات تانية. ممكن حضرتك خد بالك يبقى في رسوم في حاجات تانية. طب احنا مش عايزين نزود برضو على المواطن، يعني ده دوركم داخل مجلس النواب برضو لو في حاجه زي كده بدون واخد بالك ما يتاثر المواطن. يعني متوسط الدخل. طيب متوسط الدخل اكتر حاجه دايما بتزعجوا معلش، انا هتكلم مع حضرتك شويه ايه يعني بنفتح الموضوعات، لان الدكتور محمد شاكر قال النهارده حاجه مهمه. قال ايوه النهارده كانت اللجنه يعني الاجتماعات بتاعتها لسه مخلصينها من ساعه بالظبط، وكانت مع خمس وزراء من 10 الصبح شغالين لغايه دلوقتي. الله يكون في عونكم. هو قال ان انا ما اقدرش اضمن ان انا اثبت سعر الطاقه، لان في الاول وفي الاخر المصانع بتاخد مني سعر الطاقه اقل من الاجانب، وان على سبيل المثال مثلا بتوع الحديد بيستهلكوا طاقه كبيره جدا واحنا بنديهم الطاقه ببلاش يعتبر زي ما قال يعني. لا هو ما عملش كده على فكره. وزير الكهرباء امال قال ايه؟ وزير الكهرباء لما كنا بنتكلم معاه كنا احنا مركزين على الشريحه الاولى والثانيه في الكهرباء ده ما يترفعش عليهم الاسعار علشان ما يتاثروش. وهيعمل كده ايه؟ كنا بنتكلم لا احنا شكلنا لجنه مصغره من لجنه الخطه والموازنه عشان هتقعد في دراسات مع وزاره الكهرباء ووزاره البترول في تسعير وحده الانتاج، يعني الكيلو وات كهرباء بيصرف كام بالظبط، وايه اللي احنا ايه نقدر نخدم بيه الشريحه الاولى والثانيه. تمام. المستهلكين الكهرباء. تمام، دي حاجه كويسه. لجنه مصغره طيب. هتقعد معاهم والوزير متفاهم جدا وهو ده اللي قاله، لكن ما جابش طب سؤال بقى يعني هل المواطن المصري البسيط دلوقتي هتغلى عليه الكهرباء في 1/7 ولا لا؟ احنا ده اللي طلبناه النهارده ان الشرائح كثيفه الاستخدام للكهرباء تتحمل الشريحه رقم 1 ورقم 2. تمام. من المواطنين البسطاء. طيب رد قال ايه بقى؟ هنعمل اللجنه دي. رد قال ايه؟ راح الراجل رحب باللجنه دي وهنقعد معاهم طبعا ايه بنواحي فنيه ومحاسبيه، وان شاء الله هنوصل لحل وسط ما يأثرش على المواطن البسيط. تمام. طيب الصيف جاي، اصل المواطن البسيط دي برضو مطاطه شويتين. المواطن البسيط اللي هو
الشريحة الأولى يعني لغاية 50 كيلو والشريحة الثانية لغاية 200 كيلو. هم دول الشريحتين اللي ايه اللي 200 كيلو وات يعني ما عندوش تكييف. لغاية 200 كيلو وات يعني ما عندوش تكييف. اللي عنده تكييف هيدفع. يدفع. اللي عنده تكييف هيدفع. طبعا. طيب ما اللي عنده تكييف ده متوسط الدخل. عايز اقول لحضرتك ان للأسف الشديد الحكومة بصة كبيرة جدا 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 على معدوم الدخل وعلى محدود الدخل، انما متوسط الدخل رايح لهم. يعني متوسط الدخل بعد فترة قريبة جدا هتلاقيه محتاج دعم من الدولة لانه مش قادر يعيش اكتر من كده. بص حضرتك، الدولة في الموازنة الحالية حافظت على مقدار الدعم اللي كان في الموازنة اللي هي لسه هتخلص في 30/6 كان 332 مليار جنيه، حافظت على نفس الرقم 332 مليار جنيه في الموازنة القادمة اللي في 2018-2019، وبالتالي وجهت برامج حماية مجتمعية للفئات يعني اللي هي محدودة الدخل وإيه واللي دخلها ضعيف. يبقى في 332 مليار جنيه متوجهين لحماية هذه الطبقات. تمام، يعني يا رب كده ما نشوفش بس إيه الطبقات دي بتزيد بسبب العبء اللي موجود على الطبقة المتوسطة. طيب يا ريت حضرتك تطمننا في النهاية برضو عن سعر الدولار. سعر الدولار متثبت كام في الموازنة او محطوط كام او مؤشراته ايه؟ حضرتك سعر الدولار في الموازنة 17 جنيه وربع، وده متوسط سعر الدولار من 1/7/2018 لغاية 30/6/2019. تمام. لما نفكر كده يبقى معنى كده ان الدولار النهاردة اللي هو في 17 جنيه و60 قرش معناه ان هو غالبا انه هيقل، هيبقى اقل من 16 جنيه، لان احنا 17 وربع ده متوسط عام خلال العام المالي القادم. فمعنى كده ان الدولار هينزل 16 وكسور ان شاء الله هينزل. طب تمام، بشكرك بشكرك جدا على هذه المداخلة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. النهاردة كان فيه كلام كتير قوي داخل مجلس النواب، وبكرة بقى وزير الاسكان، وهيبقى عندنا وزير التربية والتعليم، هيبقى برضو قصة، هيبقى عندنا في حوارات كتيرة بتتقال يعني بصراحة. ربنا يستر.